السلام عليكم. أبو حسين، نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بالله اللي بيطلع معي منكم يتأكد من السماعة، يتأكد من الصوت، يتأكد من الشبكة، كل شيء يقفل عليه وينزل. أوه، شلون حالك يا شيخ؟ جزاك الله خير. الحمد لله. أبو حسن، نعم، حياك الله يا أبو حسن. أولا يا شيخ، أنا قصتي طويلة شوي. أنا من سوريا، مقيم بتركيا. عندي حلمين تقريبا. قصتي تفضل. مبلشة من 2002، مصابين بسحر أنا وعيلتي وأهلي، بس ما عنا خبر لحتى 2022 2023. طبع قصص لا يعلم بها إلا الله اللي صارت معانا، الصوت وأتمنى يقطع، أن يأخذ. الصوت يقطع، الصوت يقطع عندك، الله يحفظك. يبدو الله يسلمك، لك أنت. الله يسلمك. لا لا، أتمنى إن شاء الله أعود أخذ رقمك، بدي أتواصل معك ضروري جدا إن شاء الله. شوف يا الغالي، أنا بكون صادق وصريح معكم، أي تواصل خاص راح يطول جدا، راح يطول جدا، ربما بالأشهر، ربما ما يصير في رد أصلا. عشان أكون لا صادق وصريح إله معكم، إلا لأن نعم صحيح أكذب عليك يا أبو حسن، ما أقدر أكذب عليك، لأنه عندي الخاص الآن صار، حياة الله يا ملاك، الخاص عندي صار بالآلاف، يعني ما عاد أعرف وين هذا من ذاك، أكيد. لا على جزاك الله خير. البرنامج الأسود ولا هنا، وتكلمت في هذا الموضوع أصلا. أنا ممكن أضيفك وأقول لك طيب، وراح تصف سير هناك، وممكن حتى تزعل وتدخل مع هذول اللي قاعدين لا ياخذون لا ذنب بالشتم أكيد. والسب. أنا أول ما شفتك بالصدفة، زوجتي مشغلة مقطع لك وما حبيت صوتك ولا كرهت بسبب السحر أو الشيء موجود. ما كنت أطيق أسمع صوتك ولا أطيق أسمع فيديوهاتك يا شيخ، بس الحمد لله تابعت رؤيتك وشوي شوي عمال في تحسن الحمد لله، فضل الله يعني. من فضل الله، نعم. عندي الحلمين يا شيخ، بس الحلمين تقريبا من شهر نيسان، من شي 3 4 شهور. تفضل. الحلم الأول يا شيخ، حلمت إنه ببيت أحد أقربائي، طبعا من أيام سوريا، طبعا هو مهجر لكن بقريتنا قديم. البيت كان وجهته على الغربي، بأنه هو البيت باتجاه الجنوب لكن كانت وجهته على الغربي. في درج دخلت على البيت من تحت، في أحذية كلها سودة، دخلت على مجلس، يمكن مجلس عزاء، صارت مثل الضربة قصف يعني. خبروني انه القصف لبيت خالتي، ما في شيء الحمد لله، كانت اصابة بسيطة لخالتي، ما في شيء. انا دخلت بدي سلم على شخص احد اقربائي اسمه ابو حسن، لما راح اتسلم عليه صادفني انه طلع اخوه الميت المتوفي. قلت له اهلين ابو حسن، طلع علي وابتسم وانتهى الحلم. طيب، كم صار المتوفي؟ أبو حسن توفى بال2016، من 8 سنين تقريبا. مات قتيل؟ مزبوط، مات قتيل، كان يشتغل ونزل من على الإنشاءات. هي الله أعلى وأعلم، وأسأل الله أن يكون كذلك. أنتم من أهل السنة؟ الحمد لله. الحمد لله، أسأل الله أن يكون شهيد. نعم، انتهى. انتهى. الحلم الثاني يا شيخ، كنت ببيتنا القديم في سوريا، في مثل المطبخ قديم، دخلت المطبخ كان في معي ابن خالي. ابن خالي مسك المي وصار يصب علي من عند الباب، صار ينزل علي المي بكثرة. أنا أول حسيته مثل عم يحط مثلا بكاس أو طاسة عم يصب علي، قلت له ليش عم يصب علي، أنا مسحور بالحرف الواحد. قال لي ليش ما تمشي معنا، ليش ما تطلع معنا مع الزلم بالحرف الواحد مع الرجاجيل وغلاتكم. قلت له انا بدي اظل لحالي، ما بدي اطلع. خرجت من المطبخ، صرت شرق المطبخ، في موجودة امي واخواتي. امي صارت سايفة بالحلم، بس لكن خواتي ما مسموع، بس الاصوات. في صار يطلع مثل الدود، بايدي عصا، حطيت العصا على الدود، الدود صار يصير طويل يطول، وانتهى الحلم. تمام، لحظة بالله، ثواني، أبشر. ابن خالتك أو ابن عمك اللي قلت إنه كان يقول لك يرش عليك الموية ويقول اطلع مع الرجال. نعم، ابن خالتي اسمه عبد الباري. تمام، هذا رجل ملتزم دينيا. لا
صلاته كيف، عباداته، ولا عنده تقصير؟ تقصير جدا. اي انت على صله معه ولا علاقتكم مقطوعه تقريبا؟ لا لا، على صله معه على لكن صله. ضمن حدود يعني. طيب اللهم صل وسلم على رسولنا. هذا متى شفت هذا المنام؟ هذا المنام بعد المنام الثاني اللي كلمتك عنه، تقريبا بنيسان، تقريبا كان يمكن طيب ايام رمضان، يمكن نمت على طيب وضوء. طيب أحسنت أحسنت. هذا المنام يدل على أن الوالدة، الله أعلى وأعلم، تدعو لك على قيد الحياة. نعم. نعم. أما الخوات فالله أعلى وأعلم أنهم مهتمين فيك، ولكنهم يغفلون كثير جدا عن شكواك، أو أنهم بعيدين عنك، أو أنهم ما يهتمون كثير لإشغالهم في أمور حياتهم. بالنسبة لك أنت يجب عليك من هذا المنام أنه أنت تغتسل فعلا بالماء، وعليها رقية شرعية حتى عبد الباري، حتى تبرأ من البلاء، أو بما معناه الابتلاء اللي أنت فيه. اسم عبد الباري في المنام، وكذلك ربما يكون في تقصير عندك أو بعض الذنوب، وكذلك هو عبد الباري يجب عليكم التقيد جدا بالهدي النبوي إلى أعلى درجة تستطيعون أن تفعلوا ذلك. وكذلك يشير هذا المنام إلى أنه أنت المفترض فعلا انه تحافظ على الاغتسال بالماء البارد، وعليه رقيه شرعيه، والاهتمام بشرب الماء، والاهتمام كذلك بترك العزله ان كنت تعتزل فعلا، ترك العزله والاختلاط بالناس لعلك تبرأ مما انت فيه. نعم. والله مجبور يا شيخ، مثل ما خبرتك يعني، ما عندنا خبر من 2000 تقريبا واثنين بين السحر، ما درينا الا بعد 20 سنة حتى صارت ظروفنا. الله اعلم، بس يعني الوضع صعب. اسال الله ان يحميكم، أسأل الله أن يحميكم. استمر بالرقية، استمر بالاغتسال بالماء البارد، عليها رقية شرعية، شرب الماء، أكل التمر. أنا بتكلم عن التمر بعد شوي، بعطيكم فكرة قوية جدا. ربما في ناس يغفلون عن التمر، وش الفائدة اللي فيه، وهل هو فعلا يضد السحر ويمنعه ويخرجه ولا لا. نعم. استودعتك الله يا أبو حسن، جزاك الله خير شيخي، حياك الله. تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة، عجوة المدينة طبعا. فإن لم يجد الشخص أو ما عثرت عليه، ما وجدته تمر العجوة، فأي تمر إن شاء الله يكون نافع، لكن طبعا الأولى بالعجوة. نعم، تمر المدينة. تصبحوا بتمرة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة، والموصى فيها سبع تمرات عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأعتقد أن السكريات فيها قليلة جدا، ومليئة بالفسفور، مليئة بالفسفور. طبعا الفسفور جدا نافع، وكذلك يزيد من الشحنات الموجبة في جسم الإنسان. طبعا الشحنات الموجبة في جسم الإنسان ما هي سلبية، ما هي الشحنات السلبية أو السالبة، لا، موجبة. هذه تساعد بإذن المولى سبحانه وتعالى على عدم تقرب الجن من الإنسان، لأن ما تستطيع تقرب من شخص تصبح بسبع تمرات بناء على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نقول سبع تمرات الصباح من العجوة تاكلونها، وإذا على إذا حطيتوها مع زيت زيتون عليها رقية شرعية، كذلك نافعة بإذن المولى سبحانه وتعالى. ولو أضفتوا عليهم الحبة السوداء على حبة واحدة منهم، سبع حبات من الحبة السوداء داخل حبة واحدة فقط، ثم تضيفون عليها التمر المتبقي بدون الحبة السوداء، يكون بمشيئة الله نافع جدا، تولد هالات زرقاء في جسم الإنسان مضادة جدا، بل تمنع تقرب الشياطين، وكذلك السم والسحر، فلا يصيبه سما ولا يضره لا سما ولا سحر في ذاك اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان في شيء بجسد الإنسان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أن هذا التمر يساعد على خروجه. أنا دائما أقول لكم، وأنا إذا قلت شيء ما أجيبه من عندي، لأنه أنا إنسان عادي جدا، أقرأ وأبحث وأعرف فقط، وفيه أشياء مثل الرؤى ومثل هذه توفيق من الله سبحانه وتعالى، ما له علاقة لا في تعليم ولا علم ولا شيء أبدا، لو أنك ثالث ابتدائي أو أقل أو أكثر من ذلك، والله سبحانه وتعالى منحك التعبير، تعبر، ولو أنك بروفيسور ما تقدر تعبر إذا ما الله كتب لك. طيب إذا نقول، نعيد عليكم مرة ثانية، نقول تصبحوا بسبع تمرات يوميا، ابذلوا جهدكم أنه يكون على زيت زيتون عليها رقية شرعية عشان تسلمون من الأمراض، والله سبحانه وتعالى يخرج من أجسادكم الأمراض. نعم. وأنتم تعرفون كذلك أنه التمر سبحان الله العظيم تكرهه الجن ولا تاكله،
الجن تكره التمر تماما، تكره التمر سبحان الله العظيم أكثر من أي طعام آخر، من 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 أي فواكه، ويعتبر من الفواكه من أي فاكهة أخرى، وهو طعام كذلك. فتصبحوا بسبع تمرات. نعم تقول من زينهم. أي من زينهم، ما يأكلون التمر من زينهم. اللي سبق إنه طلع بحاول أجيب غيرهم. نعم نور. نور انت سبق طلعتي، اطلعي واختصري علي على طول. يلا